1987 صار للفروج المشوي نكهة خاصة مع فروج العبد الله. أطيب فروج وساندويش مشوي على الفحم، كل بلدي كل صحي. فروج العبد الله، عتشيت النبطية، الغزية، خلدة، الحمرة، كورنيش المزرعة، الضاحية قرب مجمع القائم. فروج العبد الله 05 807 199 71 303 390. احذروا التقليد. سبسكرايب تو اف ام تي في لبنان على اليوتيوب وشاهد اجمل الاغاني المصوره، اخبار الفنانين وخلفيات تصوير ميكينج اوف الاغاني المصوره واجمل البرامج على الاف ام تي في. عنوان واحد، اف ام تي في لبنان. ليالي هلا رمضان، نجوم وقمر سهران مع هوا سترايك. نجم هلا رمضان الليلة، النجم ربيع الأسمر. آخذ قرار واللي ما يصون حبابا يغلي بوجه بابا. لك صرت بنت الأعقاب يا طاير فاق وبسابع على ليما. أنا الأسمر والرجال يتجرأ ويحاكيها من العاصي جاي من جبال. مع الإعلامية هلا المر عبر الأهوى سترايك ابتداء من الساعة 10 المساء. للحجز روف توب قهوة الست أنطلياس 71 520 820 و 04 520 820. لو تعرف على قلبي غلاك بتعذر حنيني، كان اللي بقلبي بكاك وارتاحت عيني، لكن عيني اللي بتهواك ما بتخليني اتمرت لحظة وانساك مهما تنسيني. لو تعرف على قلبي I'm not afraid.
قلبي غلا 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 تعذر حنيني لو تعرف على قلبي غلا 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 تعذر حنيني لو تعرف على قلبي ليالي هلا رمضان نجوم وقمر سهران مع هوا سترايك نجم هلا رمضان الليلة النجم ربيع الأسمر آخر قرار واللي ما يصون حبابا يطلق بوجه بابا لك صرت بنت الأكابة يا طاير فاق وبسابع على مع الإعلامية هلا المر عبر الأهوى سترايك ابتداء من الساعة 10 المساء للحجز روف توب قهوة الست أنطلياس 71-520-820 و 04-520-820. This program brought to you by موقع الفن. حبينا بعض وليدا كنا رفقة بهاك الحي بوعودك ضاع الكلمات ونسيتيني كرجة مي أهلك مشوكي عريش نحنا جماعة دراويش لو بتشك براسك ريش ما فيك في تتسلى لك صرت بنت نحن جماعة دراويش بقلبك مدري شو صاير ما تقدر ما عوعيش صرتي بنت الأكابر نحن جماعة دراويش بقلبك مدري شو صاير ما تقدر ما عوعيش ما عاد ينفع تترشيني خلي بعينيك هالدمعات حبك ودع روحي نسيني انت صرتي من غير ناس من غير طيني وغير احساس قلبي قاسي ما بينداس لو جبتي عسكر عصم الله صرتي بنت الاكابر نحنا جماعة المال مازالك قلبي بعتيه
سيارة جديدة وجوال ومبلغ بالبنك تخبي هلأ جاي تقول رجع حب البيني وبينك ضاع أنا مش مثلك ما بنباع متعود عيش بإلا وصرت البنت الأكابر نحنا جامع دراويش قلبك مدري شو صاير ما عاد يقدر معه عيش صرت بنت الأكابر نحنا جامع دراويش قلبك مدري شو صاير ما عاد يقدر معه عيش صدق علي ليالي هلا رمضان نجوم وقمر سهران مع هوا سترايك نجم هلا رمضان الليلة النجم ربيع الأسمر آخر قرار واللي ما يصون حبابا يطلق بوجه بابا لك صرت بنت الأكابر يا طاير فاق وبسابع على مع الإعلامية هلا المر عبر الأقوى سترايك ابتداء من الساعة 10 المساء للحجز روف توب قهوة الست أنطلياس 71-520-820 و 04-520-820. This program brought to you by موقع الفن. تلقاك على قد النية يدينك ربي والله وافتح القلب عبالي اسكن جواك خليني شوية اشكي لك شوقي بالله وانا يا ناري وانت مداري ليلي ونهاري جوايا الله وافهم شعوري وش حال اموري مثل حبيبي يلا القمر جه
اخذ قرار ادعس عقلبي اللي انكسر وكف الطريق ما في خيار غير الإرادة ما حدا بيطفي الحريق اخذ قرار ادعس قلبي اللي انكسر وكف الطريق ما في خيار غير الإرادة ما حدا بيطفي الحريق اخذ قرار ادعس قلبي اللي انكسر وكف الطريق ما في خيار غير الإرادة ما حدا بيطفي الحريق جرح الكرامة بالهوى عندي علاج والدواء ما تشد على جرحي بقى كل متابعينا كل مستمعي إذات سترايك يلي بيسمعونا على الموجة 97.7 مساء الخير كل الحضور بقهوة الست مرحبا فيكم يا أهلا وسهلا كمان كل يلي بيقرونا عبر موقع الفن.com كل يلي بيحضرونا عبر تلفزيون الشهرة أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من هلا رمضان كل ليلة لحظة تأمل تأمل الليلة بدي أحكي هيك كلمة كتير مهضومة ما فيني أخبركن مش أنا وين كنت هالمسلسلين اللبنانية قديش عم بيلاقوا رواج وقديش حلو أنه اللبناني يرجع ينجح بالمسلسلات إن كانت رمضانية ما غير رمضانية بعد مرة الدراما اللبنانية أثبتت وجودها وقالت أنا موجودة وأنا هون وأنا الأكثر حضورا مبروك لللبنانية ومبروك للبنان بدي أخبركن خبرية كتير حلوة أنه هلا رمضان ما بيحلى بدون ضيفنا اليوم يعني ضيفنا مجملنا هالسهرات الرمضانية عم نعد الأيام تا يوصل تاريخ استقباله بقهوة الست عبر راديو سترايك قد ما هو محبوب قد ما هو إنسان رائع صديق متميز ومطرب بكل ما للكلمة من معنى مطرب يلي غنى اللون الساحلي هيصلح لي اياها آشي بيغني الفولكلور بيغني كل الاغاني اللي بتحبون والاحلى من هيك كله بيعرف يوصل لقلبنا ولعاطفتنا ولضميرنا ولخيالنا هو بحسسنا بالربيع وقت بيغني خصوصا وقت بيغني انا الاسمر يا دلي على السمر شو حلوين وقت بيكونوا بيشبهوا ربيع الاسمر مرحبا ربيع مساء الخير يسعد مساكم جملت لنا سهرتنا وليلتنا ما بدي اقول هلا فيكي بدي اقول هلا منا وفينا يا ريت اذا قلت منا وفينا يعني انا من اهل البيت هذا شرف لي يخلي لي قلبك يا هذا شرف لي اول شيء بوجه تحيه كبيره لك بوجه تحيه كبيره لراديو سترايك اللي انا منهم كمان منهم فيهم تلفزيون الشهرة الله يعطيهم ألف عافية ابن العم المايسترو زايتر حبيبي مايسترو هادي عم ببدع ابن العم من أول رمضان لهلا عم ببدع كل يوم ببدع أكثر من يوم الله يعطيكم العافية أهلا وسهلا فيكم رمضان كريم يا ضيوفنا وينعاد عليكم يا رب إن شاء الله بتضلوا هيك بلبنان بالبهجة والفرحة
والتسامح والسعادة والمحبة والربيع والربيع والانفجارات وكلها ما هيك. الله كريم، الله كريم يا رب. الله كريم. ربيع كيفك برمضان؟ صايم مرتاح متضايق؟ كيف الأحوال؟ هلا نظرا للآخرة حلو شهر رمضان، نظرا خايف من اخرتي الحياة العملية صعبة، ما تتشحر بالآخرة يعني بس هذا هي. لا شوفي يعني ربنا له شهر معنا اقل ما يمكن يعني. ويا ريتك اعطانا كل هالاشهر كل هالعمر له شهر، فهذا الشهر هيك شهر ربيع. يمكن بدي افتح شويه جروحات، ما تزعل مني، بس برمضان هل بتذكر اكثر شيء العائله؟ بتذكر الولد اللي فقدته بحياتك؟ نعم طبعا ما في شك، هو كلنا لله بالاخر، كلنا لله يعني. ولما تشوفي شهر احبابنا خصيصا شهر لله، فاي الحمد لله بكل الاحوال. الإنسان بيقول إذا قلبه لله بيقول بالنهاية نحن رايحين كلنا، فعيشوا يومكم، حبوا بعضكم، تسامحوا، انبسطوا، الدنيا زيلي. الله يرحمك يا شحرورة. مني شكورة شحرورة، الله يرحمها الشحرورة. تحية لمحبين شحرورة يلي بيتابعوها. الله يرحمها الشحرورة اللي سمتك ربيع كمان. ها شفتي يعني سمتك ربيع، الامور بتجر لحالها. تذكر كيف سمتك؟ انا خبرتني رانيا شهاب اذا بدك خبر المستمعين بعد ولا مره. بليالي لبنان، بليالي لبنان قالت لي انت ربيع الفان، كنت طفل صغير اصغر مشترك كنت بليالي لبنان. قالت لك انت ربيع الفان، قالت لي بدك تكون ربيع الفان وان شاء الله هيك يا رب، والحمد لله حطيت براسي يعني. لا بتصدق اليوم عملت المقدمه مش عارفه انه قالت لك انت ربيع الفان، هيك يمكن توارد افكار بيني وبينها. عن جد انت ربيع الفان، قد ما اغانيك حلوين بحسسونا بالفرح، يا شباب الامن العام، غلا، كل هالاغاني الحلوه. وانا الاسمر مؤخرا، انا الاسمر ان شاء الله هذا انا الاسمر. هلا يعني انا الاسمر كثير حلو بالعيد ان شاء الله حتكون بالاسواق يعني، هي والالبوم ان شاء الله. هلا اكيد رح تساليني وجاوب، مش حاستبق الامور يعني. يلا استبق استبق، يلا بنحكي دغري عنا، مش ضروري اعمل مثل غيري من المذيعاتي. اخذت لي سؤالي، معلش اذا اخذت لي سؤالي، انا بهمني انت تنجم وانت اللي تحكي. بدي اقول لجمهورنا وبدي اقول لهم ان شاء الله عيد رمضان حيكون معنا ألبوم 16 أغنية تقريبا، من جديد وقديم. اسم الله عليك. ومجدد وكله هيك يعني من اللهجة اللبنانية طبعا. يا الله. أغنية عراقية أخذها من الفنان سعدون الجابر اسمها يا طيور الطائرة، مغني أغنية عراقية. امبارح سعدون كان على الـ LBC سات ضيف. حبيبنا سعدون. خبرك شغلة على سعدون. إيه. كثير مهضوم سعدون، إنسان مميز. بسنة التسعينات عملت أنا برنامج مثل الكاميرا الخفية، فجيت قلت له يا أستاذ سعدون أنا بدي لحن منك. قال لي ما أنت مذيعة مميزة، شو بدك تعملي مطربة؟ قلت له ما أنت اسمع لي صوتي. قال لي غني لي. قمت غنيت له التشتي. قال لي دخيلك دخيلك، خليكي مذيعة ناجحة وما تعملي مطربة فاشلة. هلا هون بتعرف ردة الفعل انه صادق. خذي بدك اياه وتحكي لي اللحن. انه عن جد صادق يعني، مش اجى قال لي قد ايه بتدفع، يلا بتدفع بعطيكي لحن. بلا. لا لذيذ سعدون. على سلامته. غني لي مقطع من غنيته. انا كنت عم غني. ايه كنت عم بتغني، كمل القصه. كنت عم غني بسوريا بمقابله على صوت الشباب، فهو كان رايح على العراق. ايه. على الموصل على الحدود، فبيسمع صوتي عم غني له اغنيه يمكن او جتني الصبح وعيونها دبلانه، هلا بغني هيك منها شوي. يلا بيتصل هو، بيتصل بيقول لهم انه خليني احكي مع ربيع الاسمر، بيقول لي اي اغنيه تستحليها لسعدون الجابر هي لك. رائع، عنده ريبرتوار رائع. اي عنده مجموعه ما بتموت. برايك يكون ناجح كملحن اكثر او كفنان اكثر؟ سعدون. سعدون من اصوات شوفي الملائكيه. انا لما نجحت بالتلفزيون نجحت له، لما غنيت لما غنيت تريد تروح وتنسانا واه يا ليل اه يما. لاحظت انه كلهم بياخذوا له اغاني بغنوا له اياه هون. ايه هو دي، لا هو تراث، الزلمه تراث، تراث و هو تراث اردني ما هيك؟ لا لا عراقي. غلطاني. عراقي. ايه عراقي. العراقي. عراقي ما هو تراث، عم اقول هو صار اسمه تراث لانه عمل يعني اجمل ما في الذهب العتيق العراقي. عملوا مثل ناظم الغزالي، مثل ياس خضر، سعدون بس انا وقت عرفت عليه على مدة كان ساكن بالاردن.
اي طبعا ساكن انا وكان ساكن بباريس والله يعين الوطن العربي هيك ما بتعرفي وين ساكن ما مشكله السكن تعتير على كل حال نتعتر كثير بلده ايه بس على سلامته الله يعطي الصحه والعافيه وتحيه كثير كبيره لسعدون جابر اذا ما سمعنا عبر سترايك بيقرانا عبر موقع الفن وبيسمعنا يوتيوب عبر الموقع اوكي فان شاء الله بنعمل له منشن وبيسمع هالتحيه الكبيره من قلبك الحلو يا ربيع اكيد ما بدك تروح وتنسانا اوكي من هغني لك الاغنيه اللي غنيتها وقتها يلا اكيد شوف من الموضوع ما اجمل الموضوع يلي اللي لفتته يلي لفتته ايه شوفي شو عنده اغنيه بتقول جتني الصبح وعيونها دبلانه حلفت يمين البارحة سهرانة جتني الصبح وعيونها دبلانة حلفت يمين البارحة سهرانة مستاهلة والله وحال حال حال روح اشكي همك لليل لليل ذكرين من كنت اشتكي لك انا ضحكين من كنت اشتكي لك انا وانا صافن وانا صافن اخذت يد بيدها كلمه احبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها ترتاح كل جروحا شفت العشق شي يسوي يا فلانة شفت العشق شي يسوي يا فلانة هي صغيرة ما بتعرف الحب كبرت صارت تحب شوف المشكلة وانش مشكلة الحب يما حال اي كانت هي صغيرة يقول لها بحب تضحك عليها كبرت قالت له عم حب قال لها شفتي شو بيعمل الحب قدي بعزب دخلك أيه. الحب عزب عن جد يا ربيع والله ما بعرف انا بفرحني كش برا وبعيد كش برا يعني بعزب لا هيتك ملوع ملوع يلا نطوق خبرنا شوف الحب الصادق صعب ايه كلهم بيقولوا الحب الصادق والدنيا الحب ما في اجمل منه شو بدي بالمحبه والتعامل والتسامح عم نحكي الحب الحب اللي بيفوت على القلب اللي بيزل هذا تبع فطوم حيس بيس دريد لحام ايه هذا فعلا هو كان محتال دريد لحام وقتها تبع فطوم ايه المشكله انك اذا حبيتي شخص عذرتيه والمشكله اذا اعذرتيه يعني لو اهانك لو اذلك لو كذا سامحتيه فهون بتوصل لحد الممنوع وهذا هي مشكله كبيره لازم هو يكون يقدر هذا الحب يبادلك فيه لحتى يصير حب متبادل والا نتيجته للدمار ابشع شيء لا وفا نعم يعني لا وفا يعني منقولها بالدارجه بلا بايه يعني يلي ما بقدر مش لا وفا يعني يلي بخون لا وفا يعني يلي ما بقدر شو المجهود اللي انت بتعمله قد ايه بتحط من حالك كرماله قد ايه بتضحي كرماله قد ايه بتشتهد كرماله اكيد من الامور كم حب بالتعامل. حياتك عشتهم هيك خير الله خير اهضم مخلوق بالكون ربيع الاسمر ولا اهضم من هيك انسان خلي لي طيب ربيع سمتك صباح ربيع انت شو اسمك الحقيقي عبد الله كلنا عبيد الله يعني ايه بس انا واحد منهم اكيد اكيد يا ريت نكون عن جد عبيد الله ان شاء الله ان شاء الله انا اوقات بنبعد عنه بنعمل عبيد لغير شيء عبيد للمال عبيد للشهرة عبيد للسلطه شو بتحب الفن اكثر شيء السلطه الشهره المال النجاح شو نجاح النجاح الشهره ممكن تجي ممكن تغيب فترة عملنا غلاك أخذت الأولى بالوطن العربي عملنا كتير عملنا أم أحمد ما ضل أم أحمد عوج الأرض إلا تيجي تقولي أنا أم أحمد من الخليج من الدنيا انعرضت عشاشات الفوتبول كون كأس العالم يحطوا أم أحمد الحمد لله يعني وصلنا لمراحل الاستمرارية الله. بالنجاح هي أهم من كل شيء بمشوار الفن الاستمرار حلو. معك حق الاستمرارية بالنجاح ما تتراجعي وتضلي تعطي جمهورك يعني دايما فتشي ما مش عيب انه اعطي اغنية اضعف من اغنية دايما بتصير يعني هلا اكيد هاي. اكيد ليك في اغنية اوقات يمكن انت بتحس فيها كتير بس ما بتاخد رواج عند الناس كتير يعني بتحس انه الناس او يمكن بعد فترة او يمكن بتذكروها او يمكن ما بيتسوق لها منيح يعني انا ما بلاقي في غنية ممكن انت تختارها وتكون بشعة انتبه
هلا ممكن يكون في غنيه بشعه بس مش انت تختار، انت التنفيذ تغيرت ممكن يعني. طيب ربيع ليش انت عندك شهره كبيره بسوريا اكثر من غير بلدان؟ هلا يعني لدرجه انه انا وقت طرحت اسمك مره لبرنامج قالوا لي كيف بدك تجيبيه من سوريا؟ قلت لهم ليه بدي اجيبه من سوريا؟ بتعيش من بعلبك. لا ما هو سوري. قلت لهم لا هو لبناني وانا فخوره بانه هو لبناني. ايه صحيح طبعا. هلا اوكي الوطن العربي كله واحد رح تقول لي ما في شك، بس انه بس ليش هيك يعني شهرتك بسوريا اكثر من لبنان؟ شوفي علاقاتي مع الفنانين مع نجوم الدراما، ما انا مثلت بسوريا، عملت كليبات مع نجوم دراما معروفين، فاللي بيحبوهن ابو رياح ويعني هالممثلين محمد الشماط، هدى شعراوي، سوزان سكيف، بيغلاك، يعني نجوم دراما كانوا حابينهم على الشاشه، وبتعرفي الدراما السوريه كانت مسيطره وحبوهن، وهذا اللون اللي ضرب وقت اللي ضرب مثل ام احمد وعلوش والحصودي، هذا اللون ضربت ام احمد وقتها، فتوقعوا انه هالصوت سوري يعني عم يغني آلات كولا وشبابي، وهودي اللي درجة عند السوريين انا غنيته لبناني هذا، فالبعض يعرف والبعض ما عرف، فالمعرف يعرف ونحن بلد واحد بكل نحن بلد واحد، بس انت بنبعلبك ما بدنا ياخذوك منها بنبعلبك خلص انت لبناني لبناني جدا عن جد بامتياز جدا عن جد على اكثر من 10 اشياء. ربيع خبرني عن تجربه التمثيل، ما زال فتحنا السيره. ايه تعبنا. شوفي مثلت حتى انطرح علي صديقنا بسام الملا عم يحكيني من كم يوم، عم يقول لي ليش ما بتكون معنا بباب الحاره نعمل لك دور بباب الحاره. عن تيمين عم يحكي يلي مرق يعني يلي هلا هلا عم يحكي لي انه ليش مثلا بنعمل دور بباب الحاره، انه لا مطرب بشكل انه الك. ايه بس كان في مطربين وقتها. هلا انت طبعا طبعا بايامها كان في حتى ستات تعزف على العود، في شعار يعني عود وربابي ودنيا في في يعني لها صيغه ما تخافي عليهم. هلا ما كان في كل هالفرق الموسيقيه وما كان في كل هالايقاعات. صحيح في قانون في كمانجه في عود. ايه بس طيب ليش ما قبلت تمثل باب الحاره؟ لا ما ما قبلت. انت بتعرف قديش شهرته كبيره. لا انا عملت بزمانات عملت اهل الحاره اغنيه انه ليش تغيرنا وشو صار وليش الدنيا دواره اي اي مزبوط عملتها بس ما بس هلا هلا بالعجز الثامن ليه ما قبلت؟ هلا هذا هلا اللي عمل 7/8 ما صعب يعمل مكان لمطرب، بس ما اظن هلا يعني رح اوجد نفسي هلا بعد 8 انت بتقطفي التمره ببدايتها. يعني لو انعرض عليك غير مسلسل هالسنه كنت عملته. ايه ما عندي اي مشكله. صح وهو صديقي بسام، صديقي يعني بوجه له تحيه كبيره. بس سامعك الحكي كثير شاطر، بس حرم هلا عم بعيني من مشاكل رافعين عليه دعاوى بسوريا انه هو عم بحرض الناس ينقسموا ببعضهم ويعمل فتن طائفية. تكنولوجيا مشكلة مشكلة، كل واحد عنده فكرة بيزرعها على الانترنت وتعي عالجي هاي المشكلة، كل واحد عنده وجهة نظر بده يطرحها بهالأيام. صحيح. فما بعرف مش يعني. هيك انت منك نشيط على تويتر وفيسبوك وهيك اشياء؟ والله ما فيش حدا مسك لك اياهم. رانيا شاب شو عم تعمل؟ رانيا شاب عندها برنامج بهالوقت ما فيها. احلى ربيع بالكون. حبيبتي رانيا ناس. انا الاسمر. انا الاسمر. بيطلع لنا مقطع منه؟ اي والله. يلا خلينا نتمتع بهالصوت الحلو. الله يقطع خبر السمر وما هيبقى غيري اسمع. سمعنا عم يحكوا بالسر عشقها واحد اسمار. انا الاسمر والرجال يتجرأ ويحاكيها من العاصي جاي من جبال سبع البر مربيها اللي بيقدر اطفر حيطالي جرب كلمة حاكيها بقلبه وبعمل زلزال وام عليه بكيها. الله يقطع خبر السمر وما هيبقى غيري اسمار. الله يقطع خبر السمر وما هيبقى غيري اسمار. سمعنا عم يحكوا بالسر عاشقها واحد اسمار. الله يقطع خبر السمر وما هيبقى غيري اسمار. سمعنا عم يحكوا بالسر عاشقها واحد اسمار.
أنا الأسمر والرجال يتجرأ ويحاكيها من العاص جاي من جبال سباع البر مربيها اللي بيقدر أطفر هيطال جرب كلمي حاكيها بقلبه بعمل زلزال وأم عليه بكيها الله يقطع خبر السمر وما هيبقى غير الأس الله أيوة يا شباب لو جرب غيري يشوفه او يستفسر عظروفات يا ابو بخليه يعوفه بشكشك بقلب السهام عندي عيونه ميهونه ما برضى الغير يكونه والله من النظر عيونه بدي خليهن ايتام وانا الاسمر والرجال يتجرأ ويحاكيها الله شو هذا اسمع البر مربيها واللي بيقدر اطفر حيطال جرب كلمه يحاكيها صبايا والله انا ام عليه بكيها الله يقطع خبر السمر وما يبقى غير الاسمار ما يبقى غيري اسمار الله يا ربيع يا نجم ما شاء الله صبايا يا زقفولو شباب وصبايا بالفرقه معنا الله يا ربيع شو نجم يخليك يا بيي هلا كل الستات عم بيقول يا ريت انا ربيع صديقي هو الاسمار اللي بده يقطع كل رجال كرمالي خلي لي قلبك يا رب انا حبيبهم انا حبيب حبيب الحبايب حبيبي يلا ناخذ بريك عندك نجم ونرجع قطع خبر السر وما يبقى غيره اسمر زمان عم يحكوا بالسر عاشقها واحد اسمر راديو سترايك مع الفنان ربيع الأسمر النجم تعال نحكي شوي عن النجومية ربيع شو بصيروا هالشركات الانتاج يصنفولي هيدا نجم هيدا مش نجم هيدا A B C D يعني من بلشوا من الألف للياء ألف B T C شو نحكي بزنس كلاس أو لك شو النجم النجم هو يلي هن بيصنفوه أو يلي الناس بتحبه وبتلحقه من حفلة لحفلة
هو النجم هلا هن اللي بيشلطوا المحطه قد ما بيحطوا الاغنيه تعيته يعني هذا بيساعد بس النجم. شوفي اول شيء كلمه نجم كانوا يستعملوها بمصر ويتعبوا نعم. عليها كثير. النجم هو اول شيء اللي بيعرف يختار ليضل محلق بيعرف يختار قبل ما يغني يعني قبل ما يغني يعني الاستمراريه انت لكان قبل ما يغني يعرف يختار شو بده يفرض على الناس نعم. يعرف يختار النوعيه اللي بده يفرض عليهم شو بيعمل وبعدين يعمل نعم. يعني هاي المسؤوليه مسؤوليه كبيره. نحن نفكر انه انا نجم اغنيه ضربت صار اسمي النجم ربيع الاسمر لا وهي غلطه كبيره ما بقى فيه خلصوا خلصوا ما شفتي لما سألوا لمختار دريد لحام سألوا قال له للمرافق اللي معه قال له جفتك متكوك قال له لك أن سيدي ها شوف طخ طخ قال له شو بعد معك قال له خلصوا الله صراح فيها ربيع أنا بقول النجومية هي نسبية يعني أنت مثلا كتير محبوب هلأ ما في نسبة مبيع لأنه صار كله سرقة في نسبة سرقة يعني أنا مثلا بمشي بالشارع كان يقول لي جورج وصوف المهم الشارع هلا الناس اللي بتحبك بالشارع صحيح. بمشي بالشارع مثلا بكون في عجقه سير كلهم بحسوا حاطين ربيع الاسمر على العالي على العالي على العالي عرفت كيف صحيح. حاطين جورج وصوف حاطين غيره غيره يعني بس انه ربيع من وقت بنزل غنيه كل الناس بتكون عم بتغنيها يعني هذيك النهار مثل مين قال لي قال لي في غنيه يا شباب الامن العام وهي كنا اطلقناها من برنامجنا السنه الماضيه بتتذكر كمان من هون من سترايك عبر سترايك فأنا هيك حسيت قلبي كبير وانبسطت إنه الناس حبتها وهيك بفتكر هيدا النجم نجم يلي الناس تسمع له أغنية اللي بتلحقه ما فينا نقول من حفلة لحفلة لأن إذا الحفلة ب 500 دولار مش كل الناس فيهم يدفع 500 دولار مش السر من حفلة عادي لحفلة عادي بيقدر يصير في أكسي لكل الناس اللي بيفضلوا على غيره يعني أنا بفضل اسمع بسيارتي ببيتي بفضل اسمع فلان من الناس هذا هي اسمها محبة وهي اسمها شعبية كمان أنت مين بتسمع غير ربيع الأسمر اسمع ابو وديع ابو وديع ايه حبيبي سلطان طرب ايه بحبه انا بس بسمع هاني شاكر بسمع يعني هاني شاكر شو عتيق خلص اتفقنا انا وياك بضلوا يقولوا لي انا اولديز عتيق لا لا بسمع بس انا كثير عم نحكي كثر عم نحكي صوت تسمعيه يعني ذكرى محمد يعني انا بسمع اصوات هيك بحبها بسمع ولا بسمع مش معنا فنانين الله يرحمه حفظنا شيء لذكرى وحياتي عندك انا كثير بحب احفظها يا ريت سمعنا هيك بتكون إذا بدك تكريم لرحيلة وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر ما تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر ما تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر وإن كان بعدك شي متقدر خدني معاك خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك وإن كان بعدك شيء متقدر خدني معاك خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك أنا مش ممكن أبدا حاضر على الأشواق يوم لما تسافر وحياتي عندك وحياتي عندك الله يا ربيع الله أو
بسأل روحي بعدك ليه عايز أشوفك أسمع صوتك أنا من غيرك عامل ايه يا ليالي شو سهرانة بسأل روحي بعدك ليه عايز اشوفك اسمع صوتك وانا من غيرك عامل ايه وان كان بعدك شيء متقدر خدني معك خدني معك من غير ما تفكر خدني معك وان كان بعدك شيء متقدر يلا معك خدني معك من غير ما تزمر خدني معك انا مش ممكن ابدا حاضر على الاشواق يوم لما نسافر وحياتي عندك وحياتي عندك الله شو قبضايا اللي بتعمل لذكرى زقفه كبيره لربيع يا شباب الله يخليكم يا رب استغفروا لي يا رب يسلم هالتم خليكم يا رب حبيبي يعني اذا بلا فرقه وهيك كيف لو مع فرقه شو كنت عملت ابن عمي فرقه ونص فرقه ونص نحن بعد قلنا مرحبا ربيع اسم الله عليك الصوت الحلو هالطرب اسم الله عليك عن جد قبضاي اللي بغني لذكرى لذكرى او حيا لنوع غنيه مثل هالاغاني ربيع بس هودي منن تجاريه ما هيك لا مش تجاريات هودي هودي دويمه للاستعمال الدائم يعني للاكتفاء الذاتي اذا بدك فعلا ربيع شو بيطلبوا منك الناس بالحفلات اي اغاني هلا انا بطاقتي هي الذهب العتيق التراث اللبناني نعم. معظم اقامتي برا بالغربي وباوروبا وب بالمانيا شو بيطلبوا انت غنيت كثير بالمانيا بسويسرا بالبلدان الاوروبيه والله اللون اللي بغنيه بصراحه اكيد الجاليات العربيه يعني شو بيطلبوا ايه هو اللون التراث اللبناني انا ممتاز فيه يعني ما بقول لك انه فلان احسن يعني وانا احسن يعني نيشانا وعتيبه وفولكلور ومدري شو الفولكلور اللبناني هو التراث اللبناني يعني كل شيء بالزلوف وعتيبات وهيك هلا ما عاد الدرج انتبهي صاروا ايه. ينطروا ليبلش ايقاع الاورج ليقوموا يدبكوا يعني ما عاد فينا نعتب مثل ما كنا نعتب ونقول موالات وشروقيات وكذا خلصوا هلا بس المهم انه بعد في ناس بتسمع فحلو انك تخلي اللون اللبناني بعده مفروض بالساحه وعم ينسمع ايه يعني اللي. بتعمل غنيه جديده بتشبه اللون اللبناني 100% او لك عم ينكرد المويل وعم ينكرد هالفولكلور والله ايه ايه لاحظي هلا اذا بدك تقولي بيت عتيبه بالاغنيه بيقول لك صارت طويله حرام يعني فلذلك عم يضطر يقولوا نص بيت العتيبه ويفوتوا على الاغنيه نصه نصه فعلا نص بيت عتيبه سطر واحد ايه بس ما بيروح المعنى ايه ما هو بيت العتيبه ما هو عم بيعاتب بشيء يعني له معنى مكمل بعضه هو رباعي بيجي البيت بيجي اربع اسطر كم سطرين كم بيت حافظ كم انت كثير مسقف مصري برتجل يعني. انا برتجل بقول من عندي مرات يعني هيك عم تمزح ايه بيخطر بالي يلا تفضل ارتجل ايه ارتجل بشيء حلو عن لبنان بليز انا نقطه ضعفي لبنان عن لبنان او عن بعلبك بعد شو ما ولا مره سمعتك عم تغني لبعلبك لبعلبك ايه بعلبك يعني. اللي عندي هذيك يلا ما هي مدينه الشمس بتوحي لك اهلا بالابو جابر نبيل اهلا ريس كيفك بوس صاحب اذا تسترايك اهلا وسهلا فيه مرحب فيه نورت انا اقول لك هيك منوره طالع نور من هونيك يا اهلا استاذ نبيل ابي جابر منورنا ابو جابر افش منه انا صار لي زمان يا عتابة بعلبكي صار لي عمر انا يا عتابة بعلبكي انضم قوافي ودوم حط بعلبكي انا صار لي عمر لك يا عتابة بعلبكي انضم قوافي ودوم حط بعلبكي لك لا تسألوني منين أصلي بعلبكي بي العتابة وابن عم الميشانة
لك يا ام احمد ومي بالله الفي ايه وعينيك يا جارة انا ودتني لعندك امي قلب الدصاجة والكارة انا يا ام احمد طب قومح 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 في ايه وعينيك يا جارة ودتني لعندك امي قلب الدصاجة والكارة يا ام احمد يا عليها راحت تخبز عالصاجة كم طلمية وكماجة قالوا ودي لها بنتك حاجة تندح لها ام بشارة قال راحت تخبز عالصاجة كم طلمية وكماجة لك ودي لها بنتك حاجة تندح لها امي بشارة يا ام احمد ايوه الله يسلم هالتم ولا الزنجبيل فعال خلي لي قلبكم انا رح احكي عن زنجبيل عودي لاستوديو بريك صغير وبنرجع هلا الشباب والصبايا عم يعملوا الجو انا عم يم احمد ومي بالله في ايه وينك يا جارة ودتنا لعندك امي بدها الصاجة والكارة يم احمد
عصاجة كم طلمية وكماجة ودي لا بنتك حاجة تنده لا أم بشارة راحت منتابع هلا رمضان من قهوة الستة عبر راديو سترايك 97.7 ميجا هرتز رفقونا دايما 24 ساعة على 24. شوف بدبكت شو بتدبك مع قاشي ومع أغنيك من زمان، يعني الدبكة الحقيقية بأغنيك يا ربيع. دبكت وولعت هاي نحن وسترايك من زمان أصلا. هلا والعين بقهوة الست يلي بده يلحقنا ويجي هلا دغري ليلحق سهرتنا مع ربيع الأسمر. هلا سهرة مكملة دايما لطلع الضوء. خليني أحكي شوي عن غلاك الموزع الموسيقي الكبير المصري طارق مدكور، قال انه لانك غنيتها باسلوبك نجحت هالغنيه. شو ردك؟ شوفي، اهم شيء اول شيء لما بدك تتعاملي مع ملحن او مع حتى الكلمه، انتبه حتى الكلمه انت بدك تقوليها عفويه لتوصل للقلب، مثل ما بتطلع من تمك توصل لقلب المستمع ولا لا؟ صحيح. أنا عندي شغلة إنه ما بقدر غني أخذ من ملحن لحن وألبسه نفس التوب. لا، بأخذ بدك تعطيني عقال، ممكن أعمل عقال قصب وما ألبس عقال نوارة. يعني بالآخر في طريقته الفنية. أنا يعني عندي طريقة بغني فيها. صار لما هيدي زعلت سمير صفير لأنك غنيت على طريقتك. لما غنيت غلاك. بس هي نجحت لأنك غنيت على طريقتك، مش مزبوط؟ أغني طبعا أنا مفروض غنيها على طريقتي، وصار خلاف، يعني مش خلاف، اسمه سوء تفاهم. يعني وقتها أنه بدك تغنيها هيك، أوكي، في دوسات، في عراب، في كذا، هودي لازم ينقالوا، بس أنا عندي طريقة ما بقدر غني غير هاي الطريقة لحتى أكون ناجح فيها، وإلا أنا ما بلبس توب. بس نجحت، كسرت الأرض هي. الحمد لله. شوفي، أغنية مميزة جدا وعملت لي، ما بدي أقول إنه أغنية ما عملت لي انتقال من مرحلة لمرحلة. أغنية غلاك كانت أول أغنية بتنقل ربيع الأسمر من اللون الشعبي اللبناني إلى لون الوطن العربي، اللهجة البيضاء اللي هي بشكل عام، ولكن أصريت أنه تتغنى على طريقتي الخاصة وغنيتها على طريقتي الخاصة، والحمد لله أخذت الأولى بالوطن العربي بال95. صحيح، وذكر طارق مدكور وذكروها كبار الملحنين والفنانين، ومشكور سمير صفير حتى لو في سوء تفاهم بينك وبينه. لا حبيبي، مين كاتب الغنية؟ نزار فرانسيس. أجمل كلام يعني بصراحة. تحية كبيرة لنزار فرانسيس، شاعر كبير. أستاذ كمان، لا ولا استاذ سمير كمان. انا لو تعرف على قلبي غلاك، لو تعرف ترارارا غلاك. بدك اغني من سعدون؟ قلتي لي بدك اغني من سعدون جابر. تملاني هنا هنا دللك، لا تتحول عن حبي أنا. الله سيد أحبابي وأغلى ناسي، حاسس بيك بخمس حواسي يوم اللي تقدر إحساسي. أطلع نوقف يا الله. يوم الولاء حلو تعرف على قلبي. حنيني لو تعرف على قلبي غلاك، غلاك غلاك تعذر. لو تعرف على قلبي غلاك،
تعذر حنيني كان اللي بقلبي بكاك وارتاحت عيني لكن عيني اللي بتهوى ما بتخليني اتمرد لحظة وانسى مهما تنسيني لو تعرف على قلبي على قلبي غلاك بتعذر حنيني كان اللي بقلبي بكاك وارتاحت عيني لكن عيني اللي بتهوى ما بتخليني اتمرد لحظة وانساك مهما تنسيني لو تعرف على قلبي رمضان أكيد عرفتوا أنه انقطعت الكهرباء بقهوة الست لأن نحن بلبنان وما بتضل الكهرباء مستمرة مع ضيفنا النجم ربيع الأسمر وانقطشت غنية غلاك بس شو بده يهدي الناس والعاني بقهوة الست والعاني بيوصلوا لنا إياها الشباب والصبايا بس يا ريت سمعوا على الهواء هي انقطعت الكهرباء كمل كل الجمهور الغنية بس ما نسمعها بصوتك ربيع يلا بدنا نكملها هلا نكملها حلو ما المعروف عارف جرحك بيا علم وبيدك دواء لكن عمري ما اتكلم واشكي من الهوى انا عارف جرحك بيا علم وبيدك دواء لكن عمري ما اتكلم واشكي من الهوى احتار السيف رموشك امضى كل همومي انك ترضى ما اتصور لحظة تمضى واحنا والسما لا تعرف على قلبي غلا بالفرقة معنا لو تعرف على قلبي غلاك 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 تعرف
يسلم هالتم. يا اهلا وسهلا فيكم. يسلم هالتم. ان شاء الله دائما هالصفيره من سما. اطيب قلب ربيع انت. خليكم يا رب. هي انت من الفني بنقول له غني بتغني، ما بتشوف حالك علينا. بدنا نغني. كيفك انت وياسر جلال؟ مروقين. كيفك انت وياسر جلال؟ حبيبي ياسر. ما صلحته؟ ياسر حبيبي ياسر انا بحبه كثير، هو خيي، انا عم تقول له عرسه. ايه الله ليقيمه. ايه دخلك عشو اختلفتوا شي غنيه؟ اختلفنا على اغنيه لرضا، بس عطاها لرضا. عفى الله عما رضا عما مضى. عفى الله عما رضا مضى. بس حلو دايما هيك فنان والملحن بتخانقوا بتصلحوا. هيدي بتلبق له غنية ناصر بنتزاعل وبنرضى وبتضلي تعتبي. لا ياسر حبيبي شوفي، هي الخلاف انه ما هيك صار يعني باختصار، حتى لانه راحت ما بدنا نعيدها. خلاف صار انه اجى احد الاشخاص قال لهم هذا كتبت كلام انا لله يا عمري لله، وصورناها مع الاستاذ نبيل ابي جابر. نعم صورناها مع الشركه الاولى. يعني تحيه لنبيل ابي جابر، زقفوا له لنبيل طبعا في كبيري له نورنا. ايه صورناها وهيك ورجعوا بعدين، خطرت ببال الشباب انه حلوه هات لنسجلها، وصار يعني عادي عادي بسيطة. المهم ضلت بيناتنا ما راحت لبرا. صحتين على قلبه. ايه ياسر بيعوض. بفهم من حديثك انه الغنيه ضلت لك او حدا تاني غنيها؟ لا غنيها رضا، غنيها بشوي يعني بطريقه تاني شوي بطريقه بس ما سجلها. سجلها. عشان هيك صار الزعل. وكمان رضا صديقي كمان، يعني رضا صديقي، ياسر صديقي، واخواتي هن الشباب. خلصت راحت. المهم بسيطة مش مشكلة. رمضان كريم. لياسر غنيت غنية مصرية انت، يمكن هو فوتك على المصري. ما هي غنيت مليون جواب لياسر، غنيت خيانة خليجي لشادي جرور، غنيت عراقي، غنيت راي جزيري، وغنيت الخيانة خليجي مظبوط، خيانة غنيت كلماتي انا الحان شادي جرور، غنينا. يعني المهم الفنان لازم يلون ويعتمد على لونه اللي هو ثابت فيه. مظبوط. معرفة عامة بيوصل لكل الجمهور لكل الشعوب من خلال أغاني. غنيت بمصر ربيع؟ عملت مؤتمر صحفي وقت عملت ألبوم إجراس الخطر. نعم. كمان ألحان سمير صفير، كريم العراقي كلماته. وقتها هي من فترة طويلة يعني، وكنا أساس إنه شارك بفيلم مع أحمد السقا، عرضوا علي شارك يمثل بالفيلم. نعم. وهيك وما صار نصيب. أنا إقامتي كانت بأوروبا كتيري، بعدين خففت الإقامة بأوروبا يعني، وما صار نصيب يعني. وليش ما عدت الكرة بفيلم سينمائي؟ كنت مهمل. عملت فيلم القرار، عملت فيلم أنا مع فيصل بن المرجي. صحيح. فيلم القرار. بس ليه مع أحمد السقا؟ لأنه اسم كبير. هي كانت فرصة فعلا، بس أنا كنت مهمل يعني بحكم إقامتي برا، أنه أجي شوي على لبنان، روح شوي على سوريا، أطلع على سويسرا. يعني بتصير تقول يلا بنشغل بالحفلات وهيك، يعني اللي بده يمثل بده يتفرغ. ما كنت بتوقع. ايوه التمثيل بياخذ منك وقت كثير كبير. مشكله كبيره التمثيل، مشكله كبيره. بتخاف انه ينساك جمهورك بالغناء؟ لا، ممكن يكمل لي جمهوري، وممكن يفيدني، ممكن يضرني. انتبه كثار ما نجحوا يعني، في اصدقاء لنا ما نجحوا بالتمثيل. انت نجحت بالمسلسلات وبالفيلم يلي عملته. ايه يعني خلص اثبتت وجودك. المخرج هو اللي بضيف للفنان، بضيف له شعبيته اداء الدور. الفنان مطرب، انا مطرب امتاز بالغناء باللون الفلاني، ما امتاز باللون اللي بالدراما اللي ممكن ما تلبسني، لازم هو يوجهني لحتى ادي الدور والبسه بالطريقه المناسبه. يعني انت عندك روح النكته ومهضوم، فيك تمثل الاسى والزعل والدراما. ياما جويتك زعل كبير ربيع. ايه صح. لا بيطلع بايدي كثير الدراما، طلع بايدي مثل دراما وكوميديا، حتى مثلنا يعني حلقات متفرقة، شيء كوميدي شيء درامي، وهن عمالقة الدراما شهدوا انه بيطلع من ربيع الأسمر شيء حلو. شو اللي بزعلك بحياتك؟ شو اللي بزعلك بحزنك؟ بلدي. بلدك؟ بلدي والله أكبر زعل. فعلا فعلا بزعل على بلدي إذا كان منو أخذ حقه. يعني نحن هلأ ما أخذنا حقنا بناخده بعدين، ولكن الوطن من الصعب انه يتاخذ إلا إذا كان بإيد قابضة على الأرزة وعلى أغصان الأرزة من كل الطوائف من كل اللبنانيين، ويقولوا أرزتنا بالأول وبعدين الشخصيات والسياسيين وغيرها.
أنت بتتحزب لشي زعيم سياسي؟ لا 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 أبداً أبداً. حب لبنان كوطن. الوطن بالدرجة الأولى، انسي كل شيء تاني. هلا نقلنا للوطن، كي بدي اسمع الغنية المصرية. هلا بنرجع بنسمع وطني منك. بس في غنية جديدة مع ياسر جلال. اي عامل أغنية جديدة. شو اسمه؟ اسمه رد علي حبيبي، ان شاء الله حتكون بالالبوم. مش عم برد عليك؟ برد مرات. في حدا ما برد عليك يا ربيع؟ بسكر خطه مرات. بسكر خطه بندش قليل. تغني بندش قليل ابدا خالص. حنسمعك من ناجي. رد علي حبيبي. ايه خلينا نقول صبا سيم. أينك يا روح قلبي؟ خلينا كوردو بعد ما نصور. وينك يا رفيق دربي؟ وينك يا نور عيوني؟ وينك يا غالي؟ تبعد عني ليش تروح تتركني لحالي؟ صوتي عغيابك مبحوح، اشتقت لك يا غالي. رد علي حبيب، انا ما عد في حبيب لك. رد علي حبيب، انا ما عد في حبيبي. والله اشتقت لك والله، ولا صوتك حني. بوست ثيابك لو دمعة ما خليت. رد علي حبيب، انا ما عد في حبيبي. هل قدي طولت الغيبي؟ ما بعلمي يومي. دخيلك تعشف لي قلبي، ضيع مني وين. ورد ورد علي حبيب، انا ما عد في حبيب. الله 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 الله. بدي رد اجباري يعني، اذا سمع بيرد. اذا عم تسمعينا هلا افتح الخط دغري. اذا تسمعي انا اذا بدي رد علي ربيع دغري بفتح الخط، انا بتلفن له. لا لا بيرد على هاي الاغنيه، بدها ترد على الاغنيه. ما في كثير حلوه. حلوه الحمد لله، ان شاء الله حتكون مميزه باذن الله. مهضومه ودغري بتنحفظ. رد علي صح. حبيبي رح تصور كليب. هلا نحن واقفين، يا اما انا الاسمر يا اما هاي رد علي حبيبي، يا اما اغنيه عم نشتغلها هلا اسمها همس البنات. همس البنات مشكلتها مشكله هاي. شادي ليش؟ جرور عم يعملها، كلمات مير نياغي. نعم شو مشكلتها؟ شو بتقول يعني؟ هات لك شو بتقول بتبين المشكله. شو بتقول بتبين المشكله؟ خبرنا. حود غريب تتحول. خلينا اسمعوا يا شباب، رجالية هاي. حود غريب تتحول، وعليها لا تتمرجل. ما بترضى تكون الأول إلا بحياتها بالذات. يا خيّ كيفك فيا، وما تخبي سر عليا. ضلطاتك ضل خفيا، وقف تطبيق البنات. وعم بسمع همس البنات، وشوفي عندنا حكايات. الله يسترنا من حواء عآدم أولو الرحمات. وعم بسمع همس البنات، شوفي عندنا حكايات. الله يسترنا يا هلا من حواء عآدم. الله. لا ما عليها مشكلة، بالعكس معززتنا. لا مهضومة مهضومة يعني. نحن البنات معززين مكرمين، والله يستركم منا. الموضوع كتير حلو، لا تحاول تكذب حافظتك. ومية قصة بقلبها. شو ما عملت وأنا رح أقبرك كشفتك. إذا شرقت تطلع لبرا. ربيع أيها يعني رح تتصور؟ والله مبدئيا هاي شغل استوديو، هوديك يروح اللايب فيه هون. هاي
عم حاول انه بعد الالبوم نصور هاي ان شاء الله، يعني بدها شهرين زمان. ثلاثتهم حلوين حلوين بس عم يتصوروا ثلاثتهم. اذا الاستاذ نبيل بيصورنا انا من شو يا نبيل؟ سكوب على الهواء يا بدنا نصور. حبيب القلب يخلي لك، الله يديمك يا رب. شير عشي. اوكي اوكي اخذنا أوكي. اخذنا اوكي رمضانية. مبروك على الاف ام تي في. اوكي رمضانية على الاف ام تي في. اوكي رمضانية على الاف ام تي في. زافي للاف ام تي في يا شباب. ربيع مبروكين هالاغاني. للحقيقه انك تعرف تختار للحقيقه. بدك تختار يعني شيء لامس المستمعين، يعني لامس المستمعين. مش بس هيك، هي سهل الواحد يرددهم، يعني منهم هالصعبين وحلوين بذات الوقت وبعززوها للست. خفاف خفاف. يعني المرة بتحس حالها ست، ما بتحس حالها لا عم تاكل قتلة ولا عم تاكل خبيط. 100%، لا عم تأذي بالكلام، وكمان عم تعطيها حقها كمان. أي. انه يعني ما تتشاطر، في اشطر منك يعني كمان. اي لا حلوين يعني، ما فيهم يعني بيستمر الكلام، بيستمر منه من هالكلام يلي مثل فوشة الكبد، بيدرج على فترة وبيرجع بعدين خلص بيموت ما كأنه في شيء. صحيح صحيح. يلا ريحنا شوي ناجي وهلا بنرجع لك. عودي لقهوة الست، عودي لراديو سترايك، لموقع الفن. تحية لإيتي ودومينيك يلي بموقع الفن الليلي عم بيفرغولنا، وأكيد يلي ما لحقوا يسمعوا المقابلة بيقروها بكرة عبر الموقع أو بيحضروها على اليوتيوب، وبيحضروها كمان عبر تلفزيون الشهرة. بدنا نحيي كمان 3P Production يلي كمان هن معنا بسبونسر. تحية ربيع الأسمر نجمنا، ونجمنا نجم قلبنا ونجم محبتنا لك ونجم النجوم. انت الغالية والله. شو عنا مهرجانات هالصيفية؟ هلا بداية بعد عيد رمضان ان شاء الله اخر شهر تموز عندنا عيد الجيش، وهو عيد الجيش كثير حلو، عيد ارزتنا هذا. نحن الله يخلي لنا الجيش اللبناني. تحية للجيش اللبناني. الجيش اللبناني يا شباب. هو كرامتنا وهو شرفنا وهو الحمينا. فاجاني دعوة وأنا بفتخر فيها طبعاً، حنكون بقيادة الجيش إن شاء الله بمهرجان ضخم بعيد الجيش. وين؟ بالفياضية، هو حيكون الاحتفال بالفياضية. يعني حفل الضباط. حفلة للضباط. حفلة لا لا لا، حفلة عيد الجيش حتكون هي الحفلة الأولى، هي الحفلة الأولى اللي حتكون يعني. وعرفوا يختاروا. في كذا فنان ولكن حفلتنا هي الاهتمام فيها. أنت عندك شغنية خاصة للجيش؟ لا طبعا عتبات واغاني، اكيد اغاني بهي حتكون اغنيه خاصه حغنيها للجيش. انا هلا عم جهزها ان شاء الله لعيد الجيش. مبروك. كلمات مين اخذت؟ انا في حدا بيكتب لبلده الكرات يغسل عين عنك. كلمات ان شاء الله حتكون اغنيه مميزه، يعني عم نشتغل للجيش باذن الله. يعني ابن بعلبك اكيد طلع شيء حلو للجيش. اكيد طبعا ما في شيء. ايه وشو عندنا عيد الفطر؟ في شيء حفلات ربيع؟ ايه هون عندنا بالشمال، عندي حفله بالشمال، عندي ب 17 يعني الاماكن بالضبط ماني حافظها يعني، ولكن عندنا هذا بعد رمضان مباشره عندي ثلاث حفلات هون بلبنان بشهر 9 ان شاء الله
الله نطلع لكندا يعني هلا شهر 9 في تور بكندا باذن الله. واكيد النايت كلوب تبعك بعده بعدك الكلوب تبعك ربيع كلوب لبعد رمضان لبعد رمضان صايم اهدم كلوب بالكون بنفوت على كلوب ربيع الاسمر اول شيء في ارجيله مهضوم الفكره بتطلب اذا بدك صنيط قهوه صب القهوه صنيط قهوه عجبتني كثير صنيط القهوه ما شفتها ولا نايت على كل حال الجو عائلي انا بحب هيك ربيع حلو حلو والاصوات اللي عم بتجيبهم حلوين هلا صحيح انا ما سمعتك سمعت غير فنانين بس حلو انه يكون عندك كلوب عم بغنوا فيه زملائك كمان هو حلو نحن هذا عاملينه بس لنسمع وننطرب والجو اللي عم تحكي عنه هذا هو اللي بنحبه نحن هذا هو على كل حال هيدا هو ان شاء الله يا ربيع من نجاح لنجاح يا رب وعنا هلا اكيد ثلاث اغاني جديد وقرر نبيل ابو جابر هو ينتج لك اياهم كليبات خلاص صرنا مبروك عليك ضمننا الاولى ضمننا الاولى قلنا لا صرنا الاوائل صرت الاوائل وانت الاقوى لا فعلا سترايك الاقوى فعلاً. وانت اقوى مع الاقوى شوفي انت قوي مع الاقوى واجهونا كثير فعلا وحياة الله اشتغلنا بنت الاكابر اشتغلنا اخذ قرار اشتغلنا لله يا عمري لله مع الاولى وفعلا لهلا بيتابعوا ومتابعتهم يعني على الفيسبوك وهيك انا شيتي مجروحه هن عائلتي يعني نبيل وآشي عائلتي للحقيقه بقدروا الاعلام الحقيقي ذو المستوى وانا بشكرهم هن بفضلهم مفرحيني هالشهر برمضان فوجه لكم تحية وبوصلكم مازال مرة الأفطار فينا بوصل أنت ما تبوصل أنت بوص البنات أنا بوص الشباب أنا عشي مش عم تزبط معي بتقوله بدبكة عشي كل يوم بوقف على المرية نص ساعة يا ربيع تمارين على عشي حبيب قلبنا على كل حال بعدهم بقدروا الفن هالإذاعة اللي عمرها 25 ل 30 سنة بعدها بتقدر الفن وبتقدر الأصوات الحلوة بتقدرك يا ربيع وبتقدر تاريخ 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 سترايك تاريخ يلا مبروك عليك الكليبات خلي لي قلبك يا رب أنا بدي أدعي لك بالتوفيق رح نقعد أكيد بلقاء تاني طويل لهلا بدي أترك لك 10 دقايق 3 4 أغاني تختم فيهم لأن أنت كريم ونحن نستاهل خليني أشكر كل اللي ساعدونا أشكر هادي على الأورج هادي ميرسي كتير داني هون مع النقل المباشر ناجي بقلب استوديو ادي حطاب دومينيك خوري بموقع الفن جون فريسكور وابراهيم بتلفزيون الشهرة كل يلي عم بيصورونا مرسي كتير للتصوير الحلو كما كن هلا المر ورا الميكرو موعدنا بجدد بكرة مع حلقة جديدة من هلا رمضان مع ناي سليمان ويحيى رضوان بكرة كمان بحلقة جدا مميزة أشي مرسي كتير لإشرافك ولمتابعتك إلنا مرسي لأصغائكم لحضوركم مرسي لكل الجمهور هون بقهوة الست والعاني بقهوة الست كونوا كتار وتعوا بعدنا ناطرينكم الليلة ليلتنا بالجمال بالأغاني بالفن بالفن الأصيل بالفن الحلو أهلا وسهلا فيكم مرسي كتير ختامة مسك مع صوت ربيع الأسمر أحلى نجم غنائي تفضل ربيع خلي لي قلبك يا رب خلي لي هيك يا رب الطاير فوق وبسابع على لي اي ميل صوبنا وخد لا رسالة الا نمت عم شوف بمنامي وحاكي حالي بنصاص الليالي الليالي يا طير دخلك الا بغيابه شبح النلا خلي بكرة الوقت إلا شو بحبها أنا شو كانت تحلف الوعود يا مليال انطرت تعود حبي إلها ما له حدود متعذب أنا يا طير علي علي ودي مرسالة خلي الهوى يدق الباب يسلم على الغالة يا طير علي علي ودي مرسالة خلي الهوى يدق الباب يسلم على الغالة يلا